أنا رجل أشتغل في الذهب، وأصحاب هذا المحل يتعاملون في الحرام والربا، ولكن أنا أتعامل معاملة شرعية صحيحة، هل يجوز للبقاء عندهم؟ لا يجوز لك البقاء عندهم وهم يتعاملون بالربا والمعاملات المحرمة، لأنك إذا بقيت عندهم تكون قد تعاونت معهم. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاطلب العمل في عند غيرهم، انتقل من عندهم. نعم.